بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خياتي وحبيباتي في الله. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا معاولة عندي شوية جينا كوتشيتا هذيك تاع 5000، يعني اللي عصرناها عصرناها باسكو كانوا مرات كما حكيت لكم المرة اللي فاتت، واللي بقات لي قلت والله غير ندير شوية معجون، شهيت المعجون. هاد المرة نقيتها هذيك التينة باسكو كما شفتوا مغسولة بصح القشرة تاعها كانت ماشي شابة، دونك نقيتها هاي اللي نحيت لها كامل هذاك لو بلون، قطعتها نحيت لها العظمات هذوك، هاني زدت لها العصير تاع نص حبه قارص، وهنا ندير كميه من السكر. ما نكتبش عليكم انا درت عيني ميزاني. وشنو هنايا ابي بري كيلو، نتوما ابي بري كيلو ديروا فيه 700 غرام تاع السكر، ما ديروش كيلا بكيلا، لا لا انا ندير 700 غرام تاع السكر. هاوليك هنا ما حاش نطيبها تمتم، ما حاش ندير سيرو، درتها كما كنت تشوفوا فوق التينه هذه، رايحه نحرك بيان، ومن بعد نحرك بيان قسم يتشمخ مليح هذاك القارص، من بعد نغطي عليها ونخليها تطلق الماء ديالها كما رايحين تشوفوا. معذره هذاك السكر ماشي هذاك القارص. كما راكم تشوفوا راني غطيتها، من بعد نعاود نولي ليها نحركها. هذوك الغطا تاع سيليكون قلكم ولا صبتوهم شروهم ولا غير هايلين، انا نزت شيت منهم ديغنييرمون. هايلك هذيك التينه قلتكم خيرت حبيبات كانوا شابين واحد 3 حبات، هذا القارص وهذيك التينه. بعد ما قطعتهم دوار دوار نحيت لهم العظمات اللي فيهم. هذيك التينه بلاصيتها في ان ساشي، بلاصيتها هكذا وحده ما فوق الاخرى باش ما يتلاصقوش. من بعد نحيهم ونديرهم في البواطه، حطيتهم في كونجيلاتور، بعد ما تكونجلاو نحيهم، كي تكونجلاو ان شاء الله نحيهم. وهذه القارص كما راكم تشوفوا رايحه نديرهم ديريكتومون في لابواط باسكو قلت لكم ماشي كونتيتي كبيره، واحد 3 حبات بركي. هاولي قدرتهم قبل في السكر باش تنقص شويه القروسيه ديالو، درتهم في السكر وحطيتهم تما في لابواط. باش ندير الطبقه الثانيه قلت لكم باش ما يتلاصقوش اني درت ساشي، وبيان سور هذا الساشي هذاك تاع كالعاده ساشي تاع ديول. هاوليك انا هذا واش جاني، جاوني زوج طبقات برك، انا خبيت دوك بلوتار ان شاء الله ولا زدت شريت ثاني نزيد. هاوليك شوفوا بعد مده، شوفوا هذيك التينه كيفاش السكر هذاك داب، مي مازال ما دابش كامل. هاوليك شفتوا الكميه تاع الماء شحال زادت، تسمحوا لي هنا الخيط باسكو يتشارجا او ميم طون طفالي، وانا عندي دائما سريبته قدامي نضل نغسل. هاوليك هنا راني نحرك دوك نزيد نخليها، شتو كميه تاع الماء زادت. هاوليك بصح شوفوا السكر او يبان باللي مازالو، نزيد نغطي عليها ونخليها. هاوليك ها خليتها بجي قسم ما درت شغلي ومن بعد وليت ليه. هنايا اني باش نوري لكم القشره هذه كنت حابه ندير شويه قشور صفر تاع القارص هذا، قلت لكم خليت غير الصفر هذاك البلون كامل نحيته، هذا باش نيبسو ومن بعد نرحيه، يا نزيدو مع لافاني يا نخليه وحده في بليوره. يعني سيد قلت لكم ما كانش القشور تاعها شباب، لا لا القارص هايله شريتها شباب القشور ديالها، مي تشينا ما كانت شابه. دوك شوفوا انا نسي كيفاش نحي، ملي جاني فيه البلون نكمل نحيه له ونحطه في الشمس، خليته يتشمس في الشمس، ومن بعد ان شاء الله كي ينشف لي و نرحيه نوريه لكم. هاوليك شوفوا نحيت له كامل هذاك البلون، وين نشوف البلون نسي كيفاش نحيه باش ما يجيش مر هذاك لابودغ هذيك
باش ما تكونش فيها مرورية. وين تحبيبه ولا زوج برك تاع القارص؟ ماشي بزاف. ولا تشينا ما درت، قلت لكم لوزاس تاعها كان بلوتو قشره تاعها ماشي شابه. تشينا يا ربي صبت حبه بالقشره تاعها شابه، نحيتها لها. هاي ليك رانا ولينا هذيك تشينا. شوفوا انا تشينا هذه درتها صباح، درتها ما نقول لكم بالك على العشرة، ولا كنت حطيتها باش مع السكر خليتها تطلق الماء ديالها. من بعد العشيه كامل كي دخلت باش ندير العشاء اللي درتو يطيب ويطيب ما يشوفوا، كنت كل ما نصيب العظم نحيه. قلت لكم كي يطيب ما يفوتش 40 دقيقه، ما يفوتش 40 مينوت وخلاص. هاوليك هنا بعد ما درتو يطيب، بيان سور لازم يطيب في حاجه المعجون، يحب حاجه ثقيله هكذا، يحب طنجره تكون ثقيله. هاوليك انا هو كي بدا يغلي برك نقصت له بتي فو وبديت نحي هذيك لاموس اللي تخرج من الفوق، ديك الرغوه بلوتو اللي تخرج من الفوق. هاوليك هاد الرغوه كاين اللي يقول لك فيها القروصيه، كاين اللي يقول لك باش ما تفسدش، والله اعلم الصواب والراه. هاوليك انا عمرت هاد زوج بليورات، هاد زوج بليورات غسلتهم ونشفتهم مليح وعمرت فيهم الكميه اللي خرجت لي، خرجت لي زوج بليورات صغار، وهذا شويه هذا خليته ابار باش ندوقو. نقول لكم عجبني والله خرج هايل، ما جاتش فيه كامل مروريه ابار شويه قروسيه، مي انا نحبها هذيك قروسيه، جا فريمون فورميدابل. ومن بعد هذوما لي بوكو هذو كي غسلتهم بلوتو كي غلقتهم، قلبتهم على فمهم يقعدوا مده هكذا باش يخرج كامل الهواء اللي فيهم، ومن بعد نخليهم مده حتى يا نستعملوه يا نخبيه. اونتوري كنقول لكم باللي جاي شهي، تبعوا الوصفه هذه، جا فريمون روعه والله غير انا عجبني، انا عجبني فريمون، جاني على قلبي. هاولي دوك نولوا لهذوك الدوار تاع تشينا، هاي ليك شوفوا بعد ما تكونجلات دوك نروح نحيهم من الساشي ورجعتهم في البواط وخليتهم ابار. ومن بعد نشوف يا نزين بهم ولا درت بهم سيغو ولا درت مع بالش انا كايك ولا كش حاجه ندير بهم، ولا نديرها ندير بها جو الله اعلم. درت هاد لا كونت لا بتيت كونتيتي فريمون اللي درتها بصح، مع ولا ان شاء الله نزيد نشري وندير. قلت لكم اشاك فوا نشري زعما باش ندير ومن بعد يولوا ياكلوها، كانوا مرات دونك على بالكم على غريب هذا ما يسلك. هاولي درتهم في لابوات محكمه الغلق ودرتها في كونجيلاتور. هاولي قلت لكم ماشي اونتوليكا، ان شاء الله التدبيره هذه شاركتها معكم. نقول لكم السلام عليكم في امان الله.